وصلنا وادي المصلى في ولاية نزوة. يا سلام على المكان. غدانا بيكون هنا تحت شجرة. هذه العين قدام. ونقول بسم الله وبندخل. الحين داخل العين تقريبا 5 دقائق. كل امور طيبة. التليفون مشكلة. ايه اقدر امشي مني؟ تقدر عادي انا ماشي. شو المشكلة هي؟ بس هناك مايك كثير. روح 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 غطي عينيتك عشان تصور. شوف الساقية. هذا الساقية فيها مايك. في عماية. ماي وايد؟ الماي وين وين؟ يبدا مني ولا من هنا؟ من هنا يبدا. انت صعد. كيف اصعد هني صعب؟ محمد بعيده؟ لا تعال انا بصعدك. تعال. كيف اصعد؟ تليفون اسمع. تعال التليفون. تعال التليفون العقلية. ما اصعد هذه والله. تعال التليفون. خلي التليفون هذا اخلوه لي. اصبر. بسم الله. يلا يلا. هذا حية مبدلة جلدها. ايوه حية مبدلة جلدها. هذا حية مبدلة جلدها وطالع زين. هذا عنكبوت. شوف شكل العنكبوت. رجعنا ما قدرنا نكمل له. شوف هذا استورد له كيف امسك امسك. يلا يا عيال شباب يلا يا ولد. لحظة يا ولد. لحظة سعودي مني صعب تقدر تمسكني؟ لحظة خلاص طيب. مساكم الله بالخير جميعا. صراحة الوادي رهيب. المغامرات كلها اللي رحنيها على كيف الكيف. الشباب هناك يصورون وانا من بعيد. صليت الظهر والعصر. الفلق اللي شفتوه قضيت فيه بارد بارد. اوه زحف. سلطان
ونواف يقولون الشباب اللي معنا من نزوة ان وقت الامطار كل الوادي اللي تشوفونه قدامنا يكون متروس معه، وهذه تكون احواض. هناك مثل ما تشوفون السبت، فاعتقد ان الشباب رايحين يسبحوا هناك. بنشوف. بسم الله. الشباب طلعوا من هنا، ما ادري وش اللي خلف. نبغى نشوف ان شاء الله شيء يسر العين. فكرت قلت بيكون ما سد صغير ولا شيء، طلع هذا. ما شاء الله ما شاء الله. داخل داخل اكثر من كذا بعد. وايش هذا؟ هذا شيء محمد وحده.